يا داليا اتفضل اتفضل هنا اريح لك اتفضل. يا كل دي كتب كتب في كل حته، الثقافه حلوه برضه. طب بتقرا ايه؟ الحب في زمن الكوليرا. في زمن الكوليرا رائعه جابرييل غارسيا ماركيز. انا قريت كتب كتير عن الطاقه والجيولوجيا لما كنت في السجن، كانت فرصه اتعرف على العالم ده. هو حضرتك كنت في السجن؟ انا قضيت نص عمري في السجن. طب المدام هي اللي شالت الحمل كله لما حسيتك كنت في السجن. انا كمان كنت في السجن. الله، ده انتوا عيله رد سجون بقى. وحضرتك برضو كنت في السجن ولا انت تربيت في الملجا؟ انا ربيت ولادي على انهم يعملوش اللي هم مقتنعين بيه، خلقنا لنعترض كما قال ماكسيم جوركي. صودا ولا ميه؟ والله انا خايف اقول لا تعترض.